السلام عليكم. راح نتكلم في الموضوع هذا ان شاء الله عن اللي هو عدسة من افضل العدسات اللي توفرت لاجهزة اللي هو الايفون، كانت وما زالت طبعا اللي هي العدسة المفضلة للمصورين حق جهاز اللي هو الايفون 4 وال 4S، ومؤخرا توفرت حق اللي هو الايفون 5 وهي عدسة 3-in-1 ثلاثة في واحد، تعطيك اللي هو التصوير بطريقة الفيش اي، وايضا بطريقه اللي هو او تصوير الماكرو والتصوير اللي هو الوايد انجل. الفيش اي يعني يعطيك اللي هو يصور اكبر مساحه ممكنه بطريقه بيضاويه، والماكرو اللي هو تصوير الدقيق جدا اللي هو تصوير شيء مقارب يعني للكاميرا، وايضا اللي هو تصوير وايد انجل يعطيك مساحه اكبر مساحه ممكنه ما يقدر له الايفون 4 او بموضوعنا هذا اللي هو عدسه الايفون 5 ما تلتقطها. يعني هذه ثلاث شغلات نادر انه يسويها او يلتقطها له الايفون، فيوفر لك اياها العدسه هذه بطريقه خارجيه. هي عدسه صغيره جدا نوعا ما، سعرها مرتفع شوي. هذا الكتيب الخاص فيها متوفر اياها اول شيء اللي هو كيس او حافظة تحط العدسة داخلها عشان لما تحفظها وياك في الجيب او في الجنطة عن خدوش او كذا، وعلى اللي هو اللوجو مالها، والكتيبة طبعا بطبيعة الحال، طريقة الاستخدام، وهني اللي هو بجميع اللغات العالمية مو من ضمنها العربي. عموما فيها طريقة الاستخدام وتعريف بالعدسة، وهي ما شيء بسيط. العدسة مثل ما قلنا تعطيكم هذه العدسة اللي في الموضوع او اللي هي صاحبة الشو، تركب في الجهاز اللي هو الايفون بهذه الطريقة مثل ما راح تشوفون في الصورة الحين. بالتالي راح توفر عندك اللي هو ثلاث عدسات. الحين راح تقول انت شلون ثلاث عدسات؟ هي عدستين بس، يعني راح تلفها الصوب ثاني تصير عدسة، حلو، هذه عدسة، واذا ركبتها بالطريقة الثانية راح تصير عدسة ثانية. شلون؟ وين العدسة الثالثة؟ العدسة الثالثة راح تكون اللي هي عدسة الماكرو. تفتح العدسة هذه بهذه الطريقة وتشيل هذه اللي هي العدسة، هذه عبارة عن عدسة اللي هو الفيش اي، عفوا الوايد انجل، راح تصير هذه عدسة بروحها، تصير عدسة الماكرو. يعني لما تشيل العدسة هذه راح تصير هذه عدسة ماكرو. خلص من تصوير الماكرو ترجع تركب العدسة بهذا الشكل، ردت عندك صارت عدسة ثانية عدسة ثانية. تشيل غطى عنها، متعارف عليك عدسات العادي تصوير للكاميرات الاحترافية. الفينش مال العدسة ممتاز، مو تشيب يعني، شيء زين. هذه عدسة الفيش اي والوايت انجل، وايد انجل عفوا، وهذه عدسة ثانية. مكتوب عليها اللي هو الماركة مالتها، وايضا نوع العدسة ورقمها. هذه الوايد انجل مكتوب، واذا فتحتها تيرن اون راح تصير له الماكرو. فعدسة ممتازة جدا مجربة ايام الجهاز الايفون 4 و 4S، توفرت حاليا حق اللي هو الجهاز الايفون 5. بما انها عدسة ممتازة، تصوير الايفون ممتاز جدا، فبامتلاكك لهذه العدسة راح يصير تصوير عندك اكثر احترافي، خاصة حق الشخص اللي يحب يشارك اللي هو صوره في المواقع الاجتماعية او اللي هو الانستغرام. فتخيلوا ان لما يشوفون صور راح يقولون مستحيل انت مصورها بالايفون، لان راح تعطيك تصوير جدا احترافي. في الديسكربشن مال الموضوع راح تلقون كامل التفاصيل عنها، والموضوع الاساسي في موقع ان شاء الله. شكرا لكم.